آه طبعا، يعني للأسف العقل العربي تعامل مع طبعا تاريخيا، بس عشان أبدأ، الفلاسفة العرب في بعد ظهور الإسلام حينما تحدثوا عن السياسة اعتبروه عملا أخلاقيا، وقال يعني واحدة من التعريفات الشهيرة للسياسة: السياسة هي القيام على الأمر بما يصلحه، فهي مهمة إصلاحية في المقام الأول، لكن هذا ما ينبغي أن يكون. لكن مع الأسف الشديد ولأسباب كثيرة، السياسة تحولت إلى صراع دموي، وكلمة دموي هي الكلمة المفتاحية في فهم نعم لماذا أصبح النفور عن العمل السياسي. يعني لا أخفيك سرا، أنا أدرس السياسة كما يدرس الطبيب المرضى، ولكنني لا أود أن أصاب بها. يعني أنا اعتذرت عن كافة المناصب السياسية اللي كان ممكن إن أنا أطبق فيها ما تعلمته، لكن لأنني أعلم أن ما تعلمته لا مكان له حقيقة في أرض الواقع، لأن الأرض الواقع في حسابات أخرى. نعم الاهتمام بتحسين الصورة أحسن من أكثر من تحسين الأداء، همم الاهتمام بأن يعني نسجل المواقف أكثر من أن نبحث عن حلول عملية للمشكلات. وحينما وجد العرب، يعني أنا أتحدث عن عموم العرب البسطاء من الناس، أن السياسة في جانب منها تعني الدماء، تعني الحرب، تعني ما قاله ابن خلدون في القرن الـ14 عن فكرة العصبية الدموية التي يتقاتل فيها أبناء العمومة وأبناء الأسر والقبائل وإلى آخره، وصولا لما قال به سبرينج بورج لفهم بعض تحديدا الجمهوريات العربية فكرة الشلة بوليتكس. يعني ما بقاش بالضرورة موجود العصبية التي قال بها ابن خلدون، لكن فكرة الشلة، إنه حافظ الأسد ليه شلة، وصدام حسين ليه شلة، وعبد الناصر ليه شلة، وهذه الشلة بتسعى دائما لأنها تكون شلة لها خصائص معينة، متقاربة فكريا وأيديولوجيا وحتى متقاربة في السن، وفي النهاية بتدافع عن مصالحها وتصور للرأي العام أن مصالحها هي مصلحة الوطن إجمالا. فيتحول الأمر في النهاية إلى أنه في صراع بين هذه الشلة القابضة على السلطة وبقية المجتمع. وعلى هذا فر العرب، لا أقول فقط المصريين، ولكن فر العرب من فكرة السياسة، حتى حينما يدعى الناس للمشاركة في الانتخابات تجد أن نسب المشاركة هزيلة، اعتقادا منهم أنه يعني الانتخابات ليست عملية ديمقراطية، الانتخابات هي مناسبة كي يجدد فيها المواطن العربي إذعانه للسلطة الحاكمة وبالتالي ما جديتها. يعني لو في فريقين بيلعبوا كورة وده بيتنافس مع ده، لكن ده مثلا يعني سابق ده ب 15 نقطة، طب يعني ايه جدوى المنافسة يعني؟ فنفس الكلام، وهذا عكس طبعا ما يحدث في الدول ذات المؤسسية الجادة والحقيقية. وعلى هذا الأساس أصبح علم السياسة مصابا هو كذلك ببعض هذه الأمراض في وجهة النظر العربية، إنه كلام، إنه رغي.